طيب بدينا في الباب الأول نحكي عن مقدمة في البرمجة بشكل عام، وعرفنا شو هي البايثون كلغة، تمام، وشفنا إيش هي أنواع الجمل، تمام، شفنا أنواع الجمل من ناحيتين، من ناحية إنه هي تسلسلية ولا تكرارية ولا شرطية، وكذلك شفنا نوعها من ناحية إنه هل هي عبارة عن assignment ولا assignment مع expression ولا print statement ولا يعني الأنواع هذول الثلاثة، تمام. بعدها بدينا في الباب الثاني نحكي عن ال variables وال expressions، تمام، وشفنا إيش هي شروط تسمية ال variables، كيف إن أنا أختار أسماءها، شفنا إيش ال expressions، إيش الأولويات اللي موجودة فيها، تمام، وشفنا كذلك التحويل بين الأنواع، تمام، وشفنا كذلك إنه كيف ممكن أخذ input من المستخدم. في الباب هذا إحنا رح نبدأ بتفصيل أكثر، رح نحكي على conditional execution. conditional execution نحكي على الجمل الشرطية، يعني إحنا خدناها في الباب الأول إنه نشوف إيش أنواع الجمل. هنا إحنا بنبدأ نفصل أكتر، نحكي شغلات إضافية أكتر، تمام؟ طيب هذا كلام إحنا مر علينا سابقاً، هذا إحنا حكينا إنه إحنا بنسميه float chart، وهذا أنا عندي الكود بهذا الشكل، تمام؟ انه وين انا عندي الجمل الشرطيه، لو طلبت منك انه انت تحط تحتيها خط، وين الجمل الشرطيه انا عندي؟ هاي وهاي، تمام، 1 2 3 4 5 6. خلي بالك 2 و4 هي الشرط نفسه، هي الشرط بعينه مش جمله شرطيه. الجملة الشرطية هي اللي تنفيذها بتوقف على شرط معين، الشرط وينه؟ هي، تمام؟ فبالتالي الجمل اللي تحتيها خط هي الجمل الشرطية، وينها في الفلوت شارت؟ هاي وهاي، تمام؟ يبقى في هذا الكود أنا في عندي شرطين، هاي الشرط الأول، تمام؟ وهي الشرط الثاني. طيب أنا عندي هنا التنفيذ، لو حكينا إنه 1 2 3 4 5 6، كم احتمال أنا عندي؟ 6 احتمالات، هدول 6 خطوات، كم احتمال تسلسل؟ احتمالين، تمام؟ عندي احتمال 1 2 4 3، عندنا 3 احتمالات فعليا، 3 4 5 6، هذا الاحتمال الأول كله ترو. الاحتمال الثاني الشرط الأول ترو والثاني فولس، يبقى 1 2 3 4 6. الاحتمال الثالث إنه لا، الأول يكون فولس والثاني يكون ترو، فبالتالي عندي هنا 1 2 4 5 6. هجيت في عندي احتمال رابع انه فولس وفولس، 1 2 4 6، تمام. هاي الاحتمالات عندك حسب الشرط، حسب قيمة الشرط. طيب ايش الشغلات اللي احنا بنستخدمها في المقارنه؟ ايش الشغلات اللي احنا بنستخدمها في الكومباريزون؟ هنا اشارات المقارنه، كومباريزون اوبريتورز. في انا عندي هنا اصغر من، بالانجليزي less than، نعم، هنا أصغر من أو يساوي، خلي بالك من الأور، يعني بتكون الترو في حالتين، يا إما أصغر من أو تساوي،
تمام؟ يساوي يساوي equal to أكبر من أو تساوي، خلي بالك كمان مرة من الأور هنا أكبر من، هذه لا تساوي not equal. خلي بالك اوعى تلخبط بين الاساينمنت والكواليتي كومباريزون. كمان مره خلي بالك اوعى تخلط بين الاساينمنت شرط يساوي واحده تمام وبين الاكواليتي كومباريزون. يعني بمعنى اخر في فرق بين انه انت تيجي تقول اكس بتساوي 10، هذه اكتب ملاحظة عندك، هذه انه احنا بنطلب منه يخزن قيمة 10 في الاكس اشارة يساوي واحدة، وبين اكس بتساوي 10. هذا معناته الكلام، هل الاكس بتساوي 10؟ لا نفس انا بحكيش اذا ترو ولا فولس، انا بحكي شو معناتها. معناتها انه هل الاكس بتساوي 10 الناتج تبعها بيكون ترو او فولس. تمام كيف ببطل ما بيقول الناتج ايش يعني ببطل ما صحيح انه هو بياخذ القيمه هنا وبقارنها، هل القيمه هذه بتساوي 10؟ تمام، فبالتالي هذا الناتج تبعه انه ترو او فولس حسب. تمام واضح الفرق؟ واضح يا شباب؟ مفهوم؟ ايوه احكي قول مش سامع. هجيت اليساوي واحدة معناته انه لو سمحت خد لي العشرة وحط لي اياها في الاكس، تاخذ القيمة 10 وبتحط اياها في المتغير اكس. اما الثانية تفحص هل الاكس بتساوي 10؟ الاثنين يساوي معناها هل الاكس بتساوي 10، فهذه اكتب عليها هل الاكس بتساوي 10 وهذه اكتب عليها انه ضع العشرة في الاكس. بس هاي باختصار وبشكل واضح بدون لف ودوره. كيف؟ نعم هذيك انه اكبر من واصغر من مش خلاف، واللا يساوي ما هي مختلفه اصلا. تمام اكس يساوي يساوي 10 معناها انه هل الاكس بتساوي 10، والجمله الاولى معناها ضع العشرة في الاكس بس. تمام حكيت هذه دائما الكومباريزون المقارنات ايش الناتج تبعها، يا اما ترو او فولس او يس او نو نفس الشيء. ارجع هنا هنا يس نو يس نو، يبقى بنطلب منه في اليس يعمل حاجه في النو يعمل حاجه ثانيه. تمام يبقى هنا بعد ما يخلص اليس برجع هيو بكمل هنا المسار الطبيعي زي طيب لقيت هذول كلهم بدنا نجربهم كلهم بدنا نجربهم. هنا ايش انا عندي يساوي يساوي، هنا اكبر من، هنا اكبر من او تساوي، هنا اصغر، اصغر من او تساوي لا تساوي. لاحظ انه هنا كل جمله في السلايد كتب لك اياها بلون والناتج تبعها مطابق للون هذا هيو هنا، فهذا باللون الازرق ناتج الجمله الشرطيه هاي، هذا ناتج الجملة الشرطية هاي وهكذا. تمام طيب شوف نكتب شغلة زي هيك، احنا ممكن نبدأ الـ x بتساوي 5، هذه عبارة عن assignment. هجيت الشرط الشغلة الأولى اللي بنجربها يساوي يساوي، هل الـ x بتساوي 5؟ بدنا نخليهم كلهم true.
يبقى نعمل جملة طباعة بس عشان نشوف إنه الجملة هاي تتنفذ، إنه ال x is equal to 5. نجرب لا يساوي. هل ال x لا تساوي 10؟ شو الناتج تبعها هذه؟ لا تساوي. شو الناتج تبعها؟ هل الخمسة لا تساوي العشرة؟ نعم صحيح ترو. هاي اللي بسأله أنا. تمام؟ فهنا علامة التعجب معناها لا تساوي، معناها إنه بعمل طباعة إنه الـ x is not equal to 10. نجرب الأكبر من، بدنا نخليها ترو. هل الـ x أكبر من الأربعة؟ ترو. يبقى print x is greater أو larger than 4. شوف اللي يساوي. هل الـ x أكبر من أو تساوي 5؟ وأنا قاصد الخمسة لأنه أنا بدي إياك تفهم إنه هل الـ x أكبر من 5؟ لا مش أكبر منها ولكن تساويها، فبالتالي ترو. لأنه أنا بحكي لك هنا or، هاي أو هاي، أكبر من أو تساوي. فهنا بعمل طباعة إنه الـ x is larger than or equal to 5. أوكي؟ ضايل بس الأصغر والأصغر من. ضايل بس الأصغر والأصغر من. فهنا if الـ x أصغر من العشرة، هذا الكلام true، يبقى print الـ x is smaller وهنا نفس الكلام، وهنا بس بدنا نحط يساوي. هل الـ x أقل من العشرة؟ هل الـ x بتساوي العشرة؟ لا، ولكن أقل منها. لكن هنا الشرط اللي هنا تساوي، فشفت انه عشان هيك انا بقول لك قاصد انه انا احط هذه هنا. الشرط الاكبر ما تحققش لكن اليساوي تحققت. هنا اليساوي ما تحققتش لكن الاصغر تحققت، فبالتالي هنا بدنا نحط smaller than or equal to 10. هكذا وين الجمل الشرطية عندي؟ طلع هنا على أرقام الأسطر. 3 5 7 9 11 13 هذول شرطية. هيتنفذوا كلهم؟ حسب القيمة تبعت الإكس كله ترو. هيتنفذ كله. شوف. كله تنفذ. كم جملة أنا عندي؟ هاي واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة ست جمل، وهنا عندك هاي ثلاثة وهاي ثلاثة. لو غيرنا في القيمة، يعني على سبيل المثال خلينا نحط الإكس سبعة، ثلاثة حتشتغل ولا لا؟ خمسة ترو. هل السبعة لا تساوي العشرة؟ لا تساويها. نعم خلي بالك هو تقع في هاي، يعني انت اسأل نفسك هل السبعة لا تساوي العشرة؟ نعم السبعة ما بتساوي العشرة. هنا السبعة أكبر من أو تساوي خمسة؟ ترو. أقل من العشرة؟ ترو. أقل من تساوي عشرة؟ ترو. يبقى مين اللي مش هيتنفذ؟ بس ثلاثة. فهنا الجمل اللي حتتنفذ انا عندي هنا تحت بدل ستة حتصير خمس جمل، او ممكن نعيد التشغيل من هنا. هاي ثلاثة واثنين خمسة. تمام. انت كيف ممكن تسوي انه انت عشان تتأكد حالك يعني فاهم صح، انه ممكن انه انت في المعمل او في البيت انه هاي المثال موجود عندك، تمام، حتلاقيه على الجيت هاب، بتروح بتاخد بتغير هنا في القيم
وبتتوقع ايش اللي حيشتغل وبتشوف هل هو فعلا حيشتغل ولا لا. تمام؟ كيف؟ كلهم بوليان. تمام؟ وعشان اسهل عليك هاي بدي احط لاين 3 وهنا بدنا نحط لاين 5. طبعا انا متقيد بارقام الاسطر اللي موجوده عندي هنا في الكود. وهنا لاين 7 وهنا 9 وهنا 11 ايش ضايل 13. طيب احنا اتفقنا انه الفاليو 7 ايش هيشتغلوا كلهم ما عدا لاين 3. تأكد هيو 7 5 7 9 11 13 3 مش موجود. طيب نجرب قيمة أقل من 5، خلينا نحط 3. احنا جربنا الخمسة حطينا أكبر منها وحطينا أقل منها 3. إيش اللي مش هيشتغل؟ 3 لا تساوي 10 لا حتشتغل. أكبر من 4 لا مش حتشتغل. أكبر من أو تساوي 5 لا. أقل من 10 ترو. أقل من أو تساوي 10 ترو. يبقى حتشتغل أنا عندي 5 و 11 و 13 صح؟ صح يا شباب؟ مركزين معايا؟ 5 و 11 و 13 هذه فولس بنفعش، هاي فولس بنفعش، وهاي فولس. يبقى 5 و 11 و 13 5 و 11 و 13 انا فاهم صح، هيك بدك تعمل. تمام؟ لما كانت 5 هذه القيمة 5 حاجات. انت بتسأل لاين 3 ما اشتغلتش؟ لا اشتغلت، تو كانت 7 7 ما اشتغلتش. تمام؟ وعشان انه انت تتاكد بس هذا الكلام حيلخبط كل ارقام الاسطر، انا كنت ايش بدي اقول لك هنا ممكن نحطها هنا تحت print انه value of الx x. طبعا هذا الكلام انت فيش عندك فيه مشكله بالمره صح؟ هذه رساله string، رسالة بتطبع على الشاشة عشان نعرف عشان نعرفك ايش الرقم هذا اللي بيطلع على الشاشة، انه هي الرسالة المصاحبة لإله x الـ value of x وهنا المتغير x عشان يطبع القيمة تبعته. تمام؟ حكيت هذه الجملة انا كنت بدي احط لك اياها وين؟ كنت بدي احط لك اياها تحت الـ x مباشرة، بس ايش حيصير؟ حيختلف ارقام الاسطر كلها، اضطر اني اعدل الكود كله. هنا حيصير هنا لاين 4 6 لا مش مشكلة خليها هنا. فبالتالي انه هي 5 عند الخمسة ايش حيشتغل؟ هذه ترو 3 و 5 و 4 كلهم حيشتغلوا بالضبط. هاي 3 5 7 9 11 13 وهي الـ value of x. جرب السبعة اتوقع ايش اللي حيشتغل وشوف اتأكد صح ولا لا. في السبعة ايش حكينا انه بده يشتغل؟ كلهم بدهم يشتغلوا ما عدا 3. كلهم اشتغلوا ما عدا 3 وهي القيمة 7. جرب عند الثلاثة ايش حكينا بده يشتغل؟ 5 و11 و13 5 و11 و13 وهي قيمة الاكس 3. تمام؟ هجيت هاي الشغلة انه انت عشان تختبر نفسك انه انت يعني تشوف حالك فاهم ولا مش فاهم. تمام؟ واضح؟
طيب حكيت بدنا نبدا نفصل في الاف. عندي اول اف اللي هي one way decision بنسميها. ايش معناتها one way؟ انه احنا عند في اتجاه واحد، عند اليس بقول لك اعمل حاجة، عند النو ما قلت لكش اعمل ولا حاجة. وين بدك تسوي؟ بدك تنط على الجملة اللي وراها بالضبط. يبقى هذا عبارة عن قفزة، تمام؟ يبقى هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة، يبقى يس بتروح بتنفذ اثنين ثلاثة اربعة، نو بتطلي من واحد لخمسة. هاي معنات ون واي. يبقى في الون واي في حالة اليس اعمل واحد اثنين ثلاثة، في حالة النو ما طلبتش منك حاجة، بتنط على خمسة. لسه حنشوف بعد شوية التو واي، في حالة اليس اعمل كذا، في حالة النو اعمل كذا تاني، هنشوف كيف. تمام؟ طيب هنا عندي قيمة الاكس، هدول كلهم اسمع يا استاذ، هجيت كلهم تبعين للجملة هاي، للبلوك هذا تبعين للشرط هذا، وهنا نفس الاشي. تمام؟ كيف انا ممكن ابسط لك الكود؟ وبسط لك الكود بالطريقة هاي. يبقى انا عندي الاكس بتساوي خمسة. هاي برينت، فاليو اوف الاكس، تمام؟ هجيت الشرط الاول، بدنا نقول اف الاكس بدي احط جملتين، كمان نفس الجملتين، بس انه انا بدي ابين لك انه في عندي جملتين اربعة وخمسة تابعة للاف. ايش بدي اسوي؟ بدي احط لك علامة هاي هنا، print before x اكبر من ثلاثة، وهنا بدي احط لك after x ايش اللي انا سويته؟ حطيت لك جملة طباعة هنا وجملة طباعة هنا عشان تشوف انه والله هذه كانت فولس، حينط انت عندك من اربعة على سبعة، تمام؟ حيحط لك هاي حددتها انه هاي بداية الاف وهاي بعد الاف، بيفور وافتر، تمام؟ وهنا ممكن نعمل شرط ثاني، الشرط هذا انه نحط اصغر ونحط هنا سبعة، وهنا سبعة، وهنا سبعة،
وهذه حتصير 7 وهذه حتصير 7 وهنا أصغر وهنا أصغر نفس الفكرة before x أقل من 7 وafter x أقل يعني أقل من 7 وين الشرط للترو؟ وين الشرط للترو؟ إذا الـ F بتساوي 3 حيتنفذ أنت عندك جملة 5 و 6 و 10 و 12 10 و 11 هتشتغل ولا لا؟ قيمة الـ X بتساوي 5 هل أصغر من 7؟ نعم فهيشتغل عندك 10 و 11 طبعا أنت عندك الجمل 12 8 7 3 2 هدول بيشتغلوا فيش كلام فحيشتغل كله شوف هاي انت عندك before after before after الجملتين هدول اشتغلوا والجملتين هدول اشتغلوا تمام بدي اوصل لك اياه انه في الون واي لو احنا غيرنا الشرط حطينا 2 هذا بيشتغل ولا لا؟ فولس صار فلاحظ ايش رح يسوي؟ انه حيقفز من 4 حيروح على وين؟ 5 و 6 مش حينفذها 7 حينفذها يبقى حتلاقي البي 4 راحت وين؟ على الافتر شوف before after بالضبط يبقى في حالة الياس أنا حكيت له يعمل حاجة في حالة النو ما سواش ولا شيء كمل طريقه كمل طريقه تمام أما الشرط الثاني x أقل من 7 هذا تروح هتنفذت هاي وهاي وبعديها رجع كمل طريقه حكيت أنا بدي أحط لو عكسنا حطينا هنا 10 ايش بيصير العكس هذه بتصير ترو وهذه بتصير فولس تمام فهنا 10 و11 مش راح تشتغل و5 و6 راح تشتغل فبالتالي هنا حتلاقي عندك بيفور اكس اقل من 7 وافتر اف after if after if x اقل من 7 هتلاقيهم تحت بعض فيش شيء متنفذ شوف هيو before x اقل من 3 after x اقل من 3 هنا x اقل من 7 وراها مباشره x اقل من 7 before وafter معنى ذلك انه انت عندك الجمله هاي 10 و11 ما تنفذت تمام برضه نفس الفكره one way decision في حالة الياس اعمل شغلة في حالة النو اعمل شغلة تانية في حالة النو ما تعملش ولا اشي عفوا تمام طيب حقيقة بدك تركز معايا بخصوص موضوع الانتنديشن انه احنا هنا كيف حليت انه هدول الجملتين تبعات للاف بالانتنديشن بهذا الشكل تمام حقيقة الانتنديشن انت عندك كل ما تزود الانتنت انت بتعمل بلوك تابع لبلوك تاني او فيما يعرف بحاجة اسمها السكوب او النطاق تبع البلوك يعني على سبيل المثال هذا الكلام يعني انه هذه السلايد ما تطلعش فيها يعني هنا بقول لك في الاديتور تبعت النوت باد نوت باد بلس بلس هذا محرر متقدم ممكن انت تنزله عندك على الويندوز وعندك هنا التكست ترانجلر هذا محرر متقدم في للماك تمام بيورجيك كيف تعمل الشغله هذه انت مش محتاج تسوي هاي الشغله ليش لسبب بسيط انه انت بتشتغل على البي شارب هو بيظبط لك الانتنديشن تمام اللي بدي اوصل لك اياه هنا لاحظ انه انت عندك هنا فور هذا الكلام كله تابع للفور شايفه هذا كله شايف هاي في انتنديشن
تمام. جوات الفور ايش في عندك هنا؟ اف. يبقى بدك تعمل سكوب جديد او انتنديشن جديد عشان تخلي الجمله هذه تابعة للاف. فبالتالي هاي الجمله كم تاب لازمها؟ هاي الجمله اثنين، واحد عشان تكون تابعة للفور، واحدة تانية عشان تكون تابعة للاف اللي جوا الفور. هاي اللي بدي اوصل لك اياه، تمام. فهذا الكلام كيف ممكن نسويه؟ ناخده بمثال. اكتب عندك، اكتب برنامج برنامج لطباعة مرحبا 7 مرات. اكتب برنامج لطباعة مرحبا 7 مرات. هذا كلام احنا كيف بنسويه؟ اخذنا نظام الفور، صح؟ اخذنا نظام الفور المبسطة. بدل ما انت تعرف متغير وتعمل وايل خلاص، فبتقول له هنا فور I in range 7. Print hello. ببساطة، بدل ما سابقا احنا ايش كنا نسوي؟ شوف كيف كنا نعرف الان بتساوي 7، او خلينا اعمل لك اياها ال I بتساوي 7، ونحكي لك انه ال while ال I، خلينا نبدأ بزيرو. while الآي أقل من 7 print hello. وإيش بدك تسوي؟ الآي بتساوي الآي زائد 1، تمام؟ هاي 1 2 3 4 5 6 7. ايش احتجت انه انت تسوي؟ عرفت متغير الاي واستخدمت الوايل، حطيت الشرط طالما الاي اقل من 7 ضلك لف، وصلت ال7 خلاص وقف. هاي معناتها هذا الكلام. تطبع لي هلو كل مره، هنا بدك تزود، لو ما زودتش حيضلوا يطبع الى ما لا نهايه. هاي ارجع اذكرك، هاي هذه الجمله بدي اعلقها، تمام. وهي شايف؟ هلو بعمل سكرولينج. نعم؟ الاي زود عليها 1. اي متغير، قديش قيمته؟ 0. وينها فور وايل؟ هقعد حشرح لك اياه، هذا الكلام تذكرته؟ تمام. هكيد هذا الكلام شايف كم سطر؟ سطر 2 3 4، تمام. هاي فكينا التعليق تبعه. هكيد هذا الكلام ممكن نختصره، بدك تعمل لفة 7 مرات. هاي ايش راح تسوي؟ هاي بتعرف متغير، هو راح يبدأ بصفر وكل مرة بزود 1 لحاله بدون ما انت تضطر تكتب هذا الكود هنا، تمام. فبالتالي بدك 7 مرات رينج 7، بدك 5 مرات رينج 5، بدك 3 مرات رينج 3، تمام. وحط لي جملة الهلو هاي، شوف نفس العمل بالضبط، 1 2 3 4 5 6 7. ضرب 7 بتكررها، بتلزقها في بعض، مختلف الأثر تبعه، مختلف. هذه تكرار لطباعة الجملة تحت بعض. بالضبط. فأنت هذا متغير حر في تسميته، وهنا ممكن تسميه أن. هو لحاله بيبدأ الأن بزيرو، وكل مرة بزود الأن بواحد.
او ممكن تقول هنا اي لحاله بعرف الاي بزيرو وكل مره بزود الاي بواحد. فالفور برضو نفس الفكره بتعمل تكرار ولكن ابسط من الوايل. يبقى هذا هو الشق الاول من السؤال. هل هذا احنا اللي بدنا اياه؟ لا لسه. ايش النقطه اللي احنا بنحكي فيها؟ المالتي واي او الديسيجن صح. وحكينا انه بده يكون في عندي اف تاب على الفور، بده يكون في عندي هنا اكثر من انتنديشن، هاي المطلوب. فبدي ازود هنا على نص السؤال عند المره الاخيره اطبع ودع مع السلام. يبقى ايش المطلوب هنا؟ اطبع لي 7 مرات بس عند المره الاخيره تطبع لي جمله مختلفه اللي هي جود باي. فايش ببساطه بدنا نروح نسوي؟ اف الاكس الاي عفوا. كيف بدنا نعرف ان احنا في المره الاخيره؟ يساوي 6 ولا 7؟ 6 لانه احنا بنبدا من الصفر. عفوا 6. ساعتها بدك تطبع جود باي. لاحظ هنا شايف علمت لك، شايف الخط هذا واضح عندك؟ قديش انت عندك تاب؟ 2 تاب. فانت عندك هنا 4 في جواتها اف وفي جمله تاب على الاف، فهذه الانتنديشن تبعها انه 2. هاي ومسحته زي هيك، هاي واحده، هاي كمان تاب بالكيبورد. كيف؟ منفعش سينتاكس ايرور، لانه هو بقول لك انا بتوقع بعد الاف يكون في انتنديشن، انت مش عامل انتنديشن بيطلع لك سينتاكس ايرور. تمام؟ واضح مفهوم انه يكون في عندي مالتيبل انتنديشن بلوك جوا بلوك. شوف كيف شكله. هاي الفور، ثواني بس ثواني، هاي الفور كلها بلوك جواتها اف، هاي بلوك تاني. فهنا انا عندي بلوكين بس البلوك جوا بلوك. كيف انه انت عملته بلوك جوا بلوك؟ زودت الانتنديشن تبعه. واضحة؟ ايش يا استاذ؟ التاب انه انت بتوضح انه هنا عندك انه في عندك بلوك جوا بلوك. كم بلوك انا عندي؟ بلوك الفور الجمل التاب على الفور، تمام؟ وبلوك الاف الجمل التاب على الاف. فكيف انه انت بدك توضح انه في عندك بلوك جوا بلوك؟ بتزود التاب، بتزود الانتنديشن بس. شايف؟ زي هيك على حسب البلوك. لو انت عندك 3 بلوكات جنب بعض يعني جوا بعض، فانت بتحتاج 3 تاب. يعني عندك 4 جواتها 4 جواتها اف، تعملها زي هيك. او اف زي ما حنشوف في المثال الجاي، اف جواتها اف جواتها اف، برضه بتظبط نظام البلوكات تبعته بهاي الطريقه. ليش حطينا ايه؟ لانه انا طلبت منك في نص السؤال بقول لك في المره الاخيره اطبع لي جود باي. فكيف بدك تعرف انه انت في المره الاخيره ولا لا؟ بدك تحط انه هنا حكينا انه هو بعرف الاي بيبدا بصفر وبيضل يزود لوحده لغايه الـ6 لانه 7 مرات، من الصفر لـ6 7 مرات. فبالتالي في المره الاخيره قديش بكون قيمته؟ 6. فبالتالي هنا شوف، هلو 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 اخر مره 7 مرات. لو هذا الكلام انت زلت الشرط، هي هذا زي هيك بدي اعلق لك اياه، تمام؟ وحطيت، ايش راح يصير؟ مرحبا مع السلامه، مرحبا مع السلامه. لا بديش هيك انا. شوف
مرحبا مع السلامة، مرحبا مع السلامة، مرحبا مع السلامة. يا أستاذ امنع الصوت، امنع الصوت اللي هنا، العلبة اللي تحتك. طب خلاص امنع الصوت، بلكاش تخربش فيها كل شوي. اديها للي على الطرف، اديها له. تمام؟ لكن انت بتقول له هنا انه انا بدي في المرة الاخيرة، فبالتالي بروح بفحص اول مرة قديش الاي؟ صفر. هل الصفر بيساوي الستة؟ لا، مش حينفذ. تاني مرة واحد، هل الواحد بتساوي الستة؟ لا، مش حينفذ، حيضله لغاية لما يصل للستة، ساعتها بتبقى. صحيح. تمام. هاي بدي احط لك هنا عشان تستوضح الامور اكثر. هاي الاي، قيمه الاي هاي 0 1 2 3 4 5 6، واخر مره هنا لما الاي بتساوي 6 نفذت جمله الجود باي. كيف؟ طبعا 7 هلو بالاضافه للجود باي. طيب هنا عدلي نص السؤال، ضيف عليه يعني. عند المرة الأولى اطبع أهلا وسهلا، بدك تسوي شغلتين، غير مكان، بدك تسوي شغلتين. هاي عند المرة الأخيرة اطبع مع السلامة، هاي عملتها. تمام. هنا عند المرة الأولى ايش بدنا نسوي؟ غير. لا، هاي مطلوبة وهاي مطلوبة، بدك تعمل اف جديدة. اف اي بتساوي قديش؟ صفر. نبقى هنا اف تمام. كيف هيطبع الهلو؟ واذا اول مره هيقول له كمان ويلكم، يعني مرحبا واهلا وسهلا كمان. تمام. هاي اول مره الاي بزيرو هلو، وهي ويلكم. باقي المرات ما فيش ويلكم، واخر مره الجود باي. تمام. هيك مش هيفرق ولا شيء، لانه انت عندك شروط وبتتنفذ. هيجي الاي بزيرو، تبع معايا، تبع معايا. الاي بزيرو، هل الصفر بتساوي ستة؟ هاي مش هتتنفذ. هل الصفر بتساوي الصفر؟ اه، حتطبع ولك. هاي شو هاي؟ صفر ويلكم، وهنا اخر حاجه جود باي. فبالتالي هنا الترتيب عندك ما دام انه بتتنفذ حسب الشرط بس، بيفرقش معك الترتيب كتير. كيف؟ ممكن اذا انت حطيتها هذه سيكوينشال، هذه بتتنفذ قبل الاف، فاذا انت حطيتها زي هيك ساعتها بقول لك هنا انه اه. كيف ما نفذش؟ لا بتتنفذ. فحيصير اول مره انت عندك هيو عند الزيرو، طبعا قبليها الويلكم، واخر حاجة انت عندك الجود باي. شفت كيف ترتيب الجمل بتلعب فيه؟ واضح؟ واضح يا شباب؟ مفهوم؟ نعم نعم. واضح؟ طيب ناخد مثال تاني، انه انا عندي بلوك جوا بلوك، وهذا المثال اسمه نستد ديسيجن.
او اكتب عليه nested f. ايش يعني f جواتها f؟ المثال الاول for جواتها f، اما f جواتها f بنسميه nested decision او nested f. كيف؟ نعم، تعمل تكرارات. طيب الاكس بديش 42. ايش الشرط انت عندك هنا؟ اكس اكبر من الواحد، تمام؟ فهنا رحت نفذت الجملة هذه انه more than one، اكبر من واحد. هنا هاي الجملة تابعة للإف برضو، في عندك إف تانية، إيش حطيت الشرط؟ أصغر من 100. تمام؟ أنت هنا الإكس 42 ضامن إنه لما دخلت البلوك هذا ضامن إنه الإكس أكبر من واحد، بس إيش بدك تشوفها هنا؟ إنه أنت ضامن إنه أكبر من واحد، بس بدك تشوفها إنه أقل من 100. تمام؟ فعندك هنا هاي الجملة هاي تاب على الإف، فعندك هنا هذا الكلام كله تاب، وهاي الجملة فيها اثنين تاب اللي هو هذا وهذا. تعرف نظام البلوك، بلوك شو بلوك باستخدام التابس، تمام؟ طيب كم احتمال أنا عندي هنا؟ هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. في عندي احتمال الأول يكون إنه هذا الشرط أصلاً فورس، فيبقى واحد خمسة على طول، هذا البلوك كله ما طلعت اللوش خلص نو على طول على خمسة. في عندك الاحتمال الثاني إنه في عندي يس، يبقى واحد اثنين اثنين، في أنا عندي يس ونو، نعتبر إنه يس حيصير ثلاثة أربعة خمسة. واضح الخمسة هي تحت، فيش عندي وسع في الشاشة، تمام؟ الاحتمال اللي بعديه إنه يكون عندك هيو واحد اثنين ثلاثة، الثلاثة الخيار نو، فعلى طول مباشرة بتروح على خمسة. كم احتمال؟ ثالث احتمال. في غيرهم؟ لا، تمام؟ واضح؟ هذيك فور جواتها اف، هذه اف جواتها اف. هنا حكينا الاكس بتساوي، وهنا حكينا اذا كانت الاكس اكبر من الواحد بدي اطبع انه الاكس is larger than one. لاحظ عند الانتر بدي اكتب اف تانية، هاي الاف اللي جوا الاف الاولانية. لو انا رجعت ورا لا مش غلط، مش غلط، ولكن انه اف مستقلة عن الاف الاولى، لكن هيك تابع على الاف الثانية. هنا اف الاكس اكبر من 100، عفوا اقل من 100، خلي بالك مرة ثانية بكرر لك انه انا جاي هنا وانا ضامن انه الاكس اكبر من واحد، الشرط الثاني تشوفها اقل من 100، زي كأنه انت بتقول انه انا بدي اياها بين الواحد والمية، تمام؟ تطبع هنا إنه الإكس إكس إز سمولر أو لس ذان 100، وهنا يبقى الاحتمال الأول هنا عندك هاي 9 3، وهنا لاين 5. الاحتمال الأول يكون عندك 1
5 1 6 على طول. تمام؟ انه 1 2 على طول بتقفز ل 6. في هذه الحالة قيمة الاكس قديش بدها تكون؟ انه يكون الشورت هذا فولس. كيف يكون الشورت هذا فولس؟ تحط قيمة اصغر من 1 او بتحط 1. هل الواحد اكبر من 1؟ فولس على طول. بتنط على جملة رقم لاين 6 دان. من 1 ل 6 عفوا، من 1 من 2 ل 6 لانه 1 تعريف الفاريبل. تمام؟ طيب نحط قيمة اللي هي كانت 42. ايش حيتنفذ عندك؟ 3 و 5. يبقى حتنفذت عندك 1 2 3 4 5 6 كله هاي. تمام؟ هنا انت عندك ظاهر بس جمل الطباعة. طيب بدي انه الشرط الاول هو اللي يتحقق. ايش نحط؟ مين يقول لي؟ نعم، ال 101 اكبر من الواحد لكن مش اصغر من 100، فبالتالي اللاين 3 بس اللي حيشتغل، وحط نوت على لاين 6. لاين 3 وحط نوت على اللاين 6. هل ال 100 اصغر من ال 100؟ لا. ساعتها بتكون ترو اذا كان يساوي. تمام؟ نعم. واضح النستد اف؟ تمام؟ ايش نص السؤال اللي بيجي هنا؟ ماجي بطلب منك انه بدي اياك تكتب برنامج يطبع كذا اذا كانت قيمة العلامة بين كذا وبين كذا. اذا كانت العلامة بين ال 90 وال 100 اطبع له امتياز. تمام؟ فانت بدك تشوف انه اكبر من 90 واقل من 100 او جيد جدا. جيد جدا ايش المدى تبعها؟ من 80 ل 90، فبدك تشوف انه اكبر من 80 وفي نفس الوقت اقل من 90. اقل من لغايه 89، اقل من 90، اكبر من او تساوي 80 واقل من 90. تمام؟ ساعتها بتطبع له فيري جود، جيد جدا. لو اقل راسب بتروح بتعمل هذا الكلام في برنامج متكامل، انه هي نمط الاسئله، لانه انتم بتسالوا بشكل متكرر كيف ممكن تيجي الاسئله؟ احنا هنا بشرح مفهوم، بس كيف بتيجي الاسئله عليه ساعتها؟ اذا انت فهمت المفهوم بتعرف انه كيف توظفها. هذا برنامج يعني يعني شائع انه ينطلب، انه بقول لك ادخل علامه الطالب وتطبع له التقدير. تمام؟ على الانبوت. واضح؟ طيب نيجي للتو واي ديسيجن. في التو واي ديسيجن انه انا عندي هاي قيمه الاكس، في حالة اليس اعمل حاجة، في حالة النو اعمل حاجة تانية. وبعديها في كل الحالتين وين بنرجع؟ بنرجع لهي الجملة. يبقى هي 1 2 3 4، في كل الحالتين بنروح على 4. قبل في حالة الون واي ديسيجن، في حالة النو بنقفز مباشرة ل 4. هي الاختلاف. يبقى هنا هذا الكلام في التو واي ديسيجن، انه لا، في عندي في حاله النو بدك تنفذ جمله هاي. تمام؟ ايش الاحتمالات اللي انا عندي هنا؟ 1 2، عفوا انا في عندي خطا في الترقيم، هاي 1 2 3 4 5. يبقى عندك الاحتمالات 1 2 3 5، 1 2، 2 way ولا مش 2 way؟ يا هاي يا هاي، احتمالين 2 way decision. تمام؟ كبلوكات كيف شكلها؟ انه انت بتعمل اف، هذا في حالة الياس،
في حالة النو بتحط إلس. في مالتي واي ديسيجن. أنا خلص. في مالتي واي ديسيجن. تمام؟ فهنا إنه هاي في حالة اليس وهاي في حالة النو، شوف كيف كبلوكات إنه هذه كلها بلوك واحد زي هيك، وينها في الفلوت شارت هاي؟ خلي بالك هذا كله بلوك واحد، لازم تكون الالس تابع على اف، مفيش الس معلقة هيك في الهواء لحال، الالس بتكون تابعة لاف. تمام؟ هاي الاكس بتساوي 2. هنا اذا كانت الاكس اكبر من الخمسة اعمل print x is اول ما تقول else. شايف كيف؟ أنا كمان مرة شوف ركز معايا، نزلت هنا ترجع على بداية السطر وبتكتب الالس نقطتين، تنساش برضو النقطتين في الالس، أول ما ترجع زي هيك برجع لك الانتنديشن هنا بتطبع. إيش بدي أطبع هنا؟ الحالة المغاير، الالس معناها الحالة المغاير. حاجات هنا أنت ضامن إنه الإكس أكبر من خمسة. طب وهنا الالس معناها انه فعليا قيمة الاكس اقل من او تساوي الخمسة. هاي معنات الحالة المغايرة. اذا مش اكبر من خمسة شو راح تكون؟ يا اقل من يا تساوي. تمام؟ فعشان هيك انه هنا في الالس بكتب انه الاكس is smaller او less than or equal to 5. تمام؟ يبقى هذا في حالة الياس، هلا في حالة النو. النو لايش؟ لأي شرط هاي؟ والياس لأي شرط هاي؟ يبقى أنت عندك يا حيشتغل يا ثلاثة يا خمسة. يبقى هاي لاين ثلاثة وهنا لاين خمسة. هجيت هنا في حسب الشرط ايش هيشتغل، ثلاثة ولا خمسة؟ خمسة. نعكس، حط قيمة هاي خمسة. هل الخمسة أكبر من الخمسة؟ أقل من أو تساوي؟ شايف؟ يبقى لاين خمسة. طيب ستة لاين ثلاثة. تمام؟ يبقى الـ x is larger than 5. يا هاي يا هاي. واحدة منهم. يا هذه يا هذه. نعم. إذا تنفذت هاي بتتنفذش الثانية. إذا تنفذت الثانية بتتنفذش الأولانية. تمام؟ ايش في يكون عندك اسئله على هاي الشغله؟ انه انت على سبيل المثال انه انت اذا كان اكبر من اعمل كذا واذا كان اقل من اعمل كذا مثلا. هذه حنشوفها وين؟ لما بدي اجي اطبع لك بدنا نمسك التقدير من عند الصفر لغايه الستين، 59 يعني راسي. من 60 الالس تبعه حيكون انه اف الس اف الس اف الس، هذا حيكون في انه يكون عندي مور كونديشن ستراكشر، فبالتالي انه حنشوفها ان شاء الله في المحاضره الجايه. تمام؟ حناخذ انه لما يكون في عندي مالتيبل اف ومالتيبل الس بهذا الشكل.